بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا المرة اللي فاتت لما حكيت عن سورة الأعلى تعمدت إن أنا أسيب فيها 3 أو 4 آيات كده في الآخر، لأن بدي أوصلها مع سورة الغاشية، لأن سورة الأعلى وسورة الغاشية الاتنين بيكملوا بعض. فأنا المرة اللي فاتت وقفت لغاية على إن فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. خد بالك من كلمة يتجنبها، لأن لو فسرتها على أساس القرآن يقول يتجنبه، إنما هي تجنبها لأنها مش القرآن. ويتجنب واحد يقول لي إيه، طب ما هي يقصد الذكرى. طب الذكرى اللي هي عن إيه؟ فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر بإيه؟ ذكر بالولاية اللي ربنا نزلها، واللي مطلوب من رسول الله كل شوية يعيد ويعيد ويعيد يقول لهم عن علي عن علي عن علي. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. بص بقى هنا، قد أفلح من تزكى. تزكى إن هو يعني إيه؟ إن هو دخل في الطريق الصح. وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا السنة أو بعض علماء السنة بيذكروها أنها الصلاة، غلط. ذكر اسم ربه فصلى. احنا عارفين أن ربكم الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. ذكر اسم ربه اللي هو موكل بالخلق وموكل بالأرض وموكل بكل حاجة فيكم، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر اسم ربه فصلى، يعني قال اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي اللي ربنا قصدها هنا. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. طيب يا ربي، الصحف الأولى دي فيها إيه؟ قال لك فيها أمثلة وعبر وقوانين، مش افعل ولا تفعل، لا كان بيدوله بس يعني مثلا أديك مثال، أيها الملك اللي عينتك أنا، بتكلم بلغتي أنا، أيها الملك اللي أنا عينتك أنا في الأرض عشان تحكم بين الناس، ليه بتتجبر فيهم وليه ما بتحكمش بالحق؟ طبعا الكلام ده يمكن يكون قصده لنمرود اللي هو وقف معاه إبراهيم. المهم أمثلة وعبر كانت في صحف إبراهيم وموسى. إنما اللي يقرأ سورة الأعلى كأنه قرأ صحف إبراهيم وموسى كلها. طيب سورة الأعلى بتكملها سورة الغاشية، يعني سورة الأعلى جابت أشياء ففسرتها لها سورة الغاشية. إزاي؟ ما معنى الغاشية؟ الغاشية اللي هي تغطي، يعني تغشاه، تغطيه كامل. يعني أول حاجة قبل ما أكمل لك على سورة الغاشية بديك فوائد السورة. أنا دلوقتي هبتدي أعمل لكم الصور، القرآن كل سورة لها فوائد، لأن القرآن عبارة عن صيدلية كبيرة قوي قدامك فيها 114 دواء، وكل دواء ينفع لكذا مرض. فلذلك أنت عليك أنك تختار العلاج بتاعك من الصيدلية دي. كل سورة لها دواء وإلها خصوصية. يعني مثلا سورة الغاشية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لك إيه؟ من قرأها وداوم عليها حسبه الله حسابا يسيرا. وإذا قرأت على مولود كثير الصراخ، دايما بيبعتوا لي بيشتكوا لي ابني بيصرخ كتير 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 مش عارفة أعمل معاه حاجة. واحدة هذيك اليوم صورت لي البيبي بتاعها وهو بيصرخ وقالت لي الحقيني مش عارفة أعمل حاجة، وأنا بيني وبينها بلاد وجبال. فقلت لها امسكي اقري سورة الغاشية عليه مرة مرتين ثلاثة، إذا ما سكتش، وأنا بقولها لكم إذا ما سكتش، قرب جنب ودنه وبمنتهى الهدوء والرقة بتقول الأذان. إذا أدنت في ودنه بطريقة حلوة بطريقة ناعمة ورقيقة مع سورة الغاشية بيسكت. تمام. طيب أي وتقراها على أي وجع، على أي ألم في جسمك بتقرا سورة الغاشية بتعملها كأنها ورد عليك بيروح. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في سورة الأعلى اتكلم عن اللي بيتجنب الولاية واللي مش عايز يدخل في الولاية واللي معاند عن الحكاية دي، ان هو الأشقى، سماه الأشقى. وتعال نشوف في حياتنا العادية دلوقتي، وخصوصا عندي أنا، لأن بيكلموني كتير وبيطولوا عليا كتير في الكلام، كأن يعني كتير بيحكوا عن أهل البيت وكتير بيحكوا عن الولاية وكتير بيحكوا، بس عشان أنا كنت سنة وبقيت شيعة فالاضطهاد عليا أكتر. فهنا أقول لك إيه،
دلوقتي انت لما حد يجي ينبهك على شغلة ويقول لك ربنا طالب منك كذا، والرسول بلغك وقال لك كذا، وجاب لك اثباتات 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 من كل سور القرآن، وانت مش عايز تدخل، طب الواحد يعمل معاك ايه؟ انا اكتر من اني اقول لك هيجرى فيك ايه وهيحصل فيك ايه، بس انت عليك بقى توازنها، تفلترها في دماغك، ممكن اضلي زي ما انا واطنش، ولا ممكن الحق حالي، لان احنا على مرمى حجر خلاص قربنا، ولا ممكن الحق حالي انا واتجه الاتجاه الصح. طيب هنا بين سورة الأعلى وسورة الغاشية، قلنا لك الغاشية اللي هي بتغطي، فبيقول لك إيه؟ أو بتبتدي السورة إيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ سؤال سؤال، هل أتاك حديث الغاشية؟ إحنا عندنا في القرآن أسئلة كتير كتير كتير، كل سؤال له معنى أو كل سؤال له مفهوم. يعني مثلا لما يجي يقول لك سؤال بمعنى الأمر، هل أنتم منتهون؟ خلصتم يعني خلاص خلصتم؟ هل أنتم منتهون؟ هذا سؤال بالأمر. يجي سؤال يديك معنى النهي، أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ أتخشوا الناس والله أحق أن تخشاه؟ أتخشون الناس والله أحق أن تخشاه؟ ده سؤال بينهيك عن اللي أنت بتعمله. سؤال يديك معنى يعني مش فارقة، الاتنين زي بعض، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني مفيش فايدة فيه. سؤال ده زي ده. سؤال تاني يديك معنى النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مظبوط، بينفي إن اللي يعمل إحسان مش ممكن إلا يكون جزاءه إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في سؤال يديك معنى الإنكار، أغير الله تدعون؟ أغير الله تدعون؟ معقولة؟ ده بينكر عليك. في سؤال يديك معنى التشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ شوف بيشوقك، هتقول له إيه؟ آه دلني. طيب سؤال تاني يخليك تستأنس بالكلام، زي ما عمل مع موسى، قال له ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان ممكن يقول له اللي في ايدك، انما ده عايز يخلي موسى قلبه يهدى ويرتاح ويطمن ان اللي بيكلمه ده ودود محب. قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى على طول لقطها وعرف ان الصوت اللي بيحكي معه والسؤال اللي بيتسأله سؤال فيه ايناس لنفسيته، فقال له هي عصاي. كان مفيش داعي يقول هي، بس قال كان ممكن يقول عصاي، قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وبعدين قال لك لا أنا هزودها كده حرام عيب، قال له ولي فيها مآرب أخرى، يعني خلاص لغاية كده الكلام مش هقدر أتقل دمي عليك. هذا معناته سؤال بالاستئناس. طيب سؤال بالتقرير، ألم نشرح لك صدرك؟ يعني زي ما تقول له انا مش اعطيتك، الم نشرح لك صدرك؟ هترد تقول ايه؟ نعم يا رب شرحت لي صدري. سؤال يجي معنى التهويل، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ ما ادراك ما الحاقة؟ طبعا انا لا ادري بها، يقول له انا لا ادري بها، انما انت مش هتقدر توصلها لانها حاجة ضخمة قوي وحاجة صعبة قوي. يجي سؤال تاني بمعنى التعظيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ده التعظيم الله سبحانه وتعالى. سؤال تاني يجي بمعنى التعجب، ما لهذا الرسول يمشي في يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ده بيتعجب. سؤال تاني بمعنى الوعيد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شوف كم مرة جالك السؤال في القرآن، كل سؤال له طعم وله معنى وله هدف. فهنا هل أتاك حديث الغاشية؟
مرة كان الرسول مارق في الطريق وسمع واحدة قاعدة تحت الشجرة بتقول السورة، بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ فتطلع فيها وقال لها نعم أتاني، نعم أتاني. طيب ماله يا رب حديث الغاشية؟ قال وجوه يومئذ خاشعة. تعال نشوف كلمة خاشعة، الخشوع اللي هو إيه؟ الخشوع اللي هو يجي بمعنى الاحترام الشديد والتوقير الشديد، ويجي بمعنى الذل الشديد على هوا الموقف. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ده عاملة ناصبة، فهمني يعني ايه خاشعة؟ يعني في الدنيا كنت بصلي، كنت بصوم، حجيت كذا مرة، دفعت زكاة، ساعدت يتيم، فتحت طريق، بنيت في مسجد، عملت 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 عملت، عاملة. إنما إيه؟ ناصبة العداء لآل محمد، ما ردتش عليهم ولا مشيت في طريقهم ولا أمنت بيهم. إحنا ما بنكرهش آل الرسول، هو الرسول مش عايزك تحبه بس، عايزك تتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتبعت رسول الله اتبعت الله. فهنا يقول لك عاملة عملت ناصبة، فيجي في موقف القيامة تشعر بذل شديد وبإحباط شديد في قلبها، لأن يعني زي ما بيقول فجعة بقى، كل اللي عملته أنا راح، كل اللي سويته أنا راح، ده أنا كنت بصلي بالليل وكنت بعمل وكنت بعمل وبعمل، كل ده راح عليا. آه، لأنك ما نفذتش الطلب الأخير لله اللي هو يختم الدين صح، اللي هي الولاية. فهنا إحنا عارفين الإنسان لما ينقهر في قلبه بيبان على قسمات وشه، مهما تخبي وشك يفضحك. إذا كنت فرحان قوي وشك هيفضحك، إذا كنت بتحب وعايش في حياة جميلة وشك يفضحك، إذا كنت مقهور ومذلول وشك يفضحك. فهنا وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة عاملة ناصبة. هنا مفيش خلاص، أخدت القرار أنت يبقى تلقى العقاب أنت. عاملة ناصبة، عملت كتير، إنما اللي عملته كله هباء منثورة، لأنك ما نفذتش مطلوبات الله. يعني نيجي نقول لك إيه، كل اللي أنت عملته، كل اللي أنت عملته ده راح عليك. هنا يجي يقول لك إيه في سورة الأعلى، قال لك إيه، فذكر ربما تنفع الذكرى، ذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكرهم. فالرسول كان رايح جاي يتكلم، علي واتباع علي واللي يمشي ورا علي، يا جماعه علي هو اللي هيمسك بدالي، يا جماعه علي هو من نفسي ومن روحي ومن النور اللي ربنا خلقه جوايا، النور نصه من علي، يا جماعه علي هو اللي هيمسك الدين صح، يا جماعه والله لو مشيتوا ورا علي لاكلتم من تحت ارجلكم ومن فوقكم، بس ردوا علي وامشوا ورا علي. فلذلك الرسول هنا ربنا لما شافها هالقد 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 متحمس وعمال يحكي، قال له فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ارتاح يا عمي، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، انت تذكرهم انما ما تسيطرش عليهم، سيبهم هم عندهم حريه الاختيار. انا اديتهم العقل اللي يبين لهم بين الصح والغلط، بين افعل ولا تفعل، اذا العقل بتاعهم دلهم نجا، اذا العقل بتاعهم منعهم هم حرين. ف قال له ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهنا ريحه وريح اللي هيمسك وراه، إن عليك إنك تقوله بس، سمع سمع، ما سمعش هو حر. طيب يجي هنا يقول لك إيه، ما معنى كلمة غاشية؟ أديك مثال في القرآن، في آية بتقول لك إيه، كظلمات في بحر لجي، بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إيده مش قادر يشوفها، ظلمات. فالغاشية دي بتغشي، بتعمل عليك إيه؟ ظلمة، ظلمة في دماغك، ظلمة في حياتك، ظلمات بعضها فوق بعض. ليه؟ لأن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور اللي ربنا يحطه جواك يظهر على وجهك،
تيجي تقول ايه، فلان وشه منور قوي، على وشه فيه نور، حتى لو كان اسمر داكن على وشه فيه نور. ليه؟ لان النور ده عبارة عن طاقة من جواه، طاقة فيها راحة واطمئنان، فالراحة والاطمئنان اللي هو مع الله تظهر على وشه. ولذلك سألوه للإمام زين العابدين: ما بال أهل قيام الليل وشهم بيتلألأ بالنور؟ قال: خلوا مع ربهم فأفاض عليهم من نوره. طيب، الجماعة اللي رفضوا الولاية واللي رفضوا إنهم يسمعوا أي حد بيحكي عن الولاية، واستهتروا واستهزأوا بالناس اللي بتحكي عن الولاية، والناس اللي بتدعيهم ليل ونهار عن الولاية، والناس اللي بتتحمل مصايبهم وشتمتهم عشان تبين لهم الحقيقة عشان ربنا ينقذهم في آخر الأيام، دول أسألهم سؤال: مش عايز تسمع ترد على أي حد؟ رد على كتاب الله يا أخي. ألم يقل الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثلاثة مع بعض جمعهم: إنما وليكم الله، وليكم يعني إيه؟ المسؤول عنكم. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. مين هم الذين آمنوا؟ هو شرح: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في كل الكتب قالت: من أتى الزكاة وهو راكع عليه. يعني دي بجد تيجي في عينك كده وتفتح لك عينك، مش عايزة أقول تخزقها، بس المهم تيجي في عينك وتقول لك: ربنا اتأمرك بولاية علي، وانت رافض ليه؟ انت احسن اللي انت متوليهم، احسن عندك متولي هدولك، دول احسن هينفعوك؟ مش هينفعوك، هتكون في موقف وجوه يومئذ خاشعة. بس طيب، يجي يقول لك ايه: بص، الناس اللي موجودين في الارض دول، انا حاطط في الارض انوار، انوار دول عشان يمسكوا الخلق بتاعي، وكلتهم انا فيكم وفي الخلق كلها، في خلق السماوات والارض وكلتهم فيهم. الانوار بتوعي دول سميتهم انا عباد الرحمن. ولذلك يقول لك في القران: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كانت غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أنا مرة كنت قاعدة بحكي الموضوع ده قدام جماعة، فرد واحد قال لي إيه؟ قال لي: طب استني، ما في القرآن آية بتخالف اللي أنت بتقوليه ده. الآية بتقول لك إيه؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل وهم عباده؟ قلت له: لا، وقف بقى هنا، وقف، انت اللي مش فاهم. لان الكلام اللي ربنا بيتكلمه ده في موقف القيامة. موقف القيامة ما فيش عبيد وعباد، موقف القيامة كلنا عباد مجبورين رغم انفك وانف التانيين، عباد لله. لان ربنا هيخاطبك: يا عبادي، أأنتم، لان ما فيش عباد، لان العبيد باختيارهم في الدنيا عصى وخالف وعمل، فجه قهر في يوم القيامة فأصبح من العباد مقهور. تفرق. إنما دول باختيارهم في الدنيا تركوا كل الأنا بتاعتهم واتجهوا إلى الله، لأنهم أنوار من نور الله، فهنا دول عباد الرحمن. ولذلك أنت اسمع الخطاب مع ربنا وإبليس لما بيقول له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. رجع إبليس يعني فاق على نفسه كده، قال له: إلا عبادك منهم المخلصين. فقال له ايه؟ هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم. ان احنا بنقراها عليا غلط، احنا بنقراها غلط بس مجبورين عشان خاطر الامام قال اقروها زي ما موجود على المطلع. انما هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ماشي؟ طيب، نيجي نشوف هنا بقى الجماعة اللي مصممين على العناد، والجماعة اللي مش عايزين يردوا ولا عايزين يسمعوا، وعايزين لسه الحلقة اللي فاتت لسه بعتين لي يتمسخروا على الإمام ويتمسخروا على ديننا ويتمسخروا الشيعة: أنتوا كفار. على فكرة جماعة،
الجماعة اللي الشيطان راكبهم، في شيوخ الفتنة اللي الشياطين راكباهم، اللي إن شاء الله لما يطلع الإمام هيشيل رقبتهم كلهم، دول اللي بيقف على الميكروفون يقول ما تردوش على الشيعة، الشيعة كفار، الشيعة بتوع متعة، الشيعة بتوع، الشيعة ماشيين ورا رسول الله، أي كلمة تقولها على الشيعة كأنك قلتها على رسول الله. الشيعة ماشيين خط محمد وعلي اللي هو خط الله. فتقول بتوع متعة لأنك أنت من غبائك بتقول متعة، لأن المتعة موجودة في كتاب، في القرآن عندك في سورة النساء، ده قرآني وقرآنك، هتنكر القرآن أنت حر تفلق. إنما المتعة اللي ربنا فرضها علينا طبعا فسروها بطريقتهم هم، لأن عمر بيه بتاعهم ألغى المتعة رغم إن كان ما ألغاهاش رسول الله. فهنا أنت بتيجي بتتهم الشيعة أولاد المتعة، وتمتعتي قد إيه وعملتي قد إيه وكل الكلام القذر اللي بتقولوه ده، لأنك أنت غبي مش قادر تفهم دينك ومش قادر تفهم كتابك. كتابك هو اللي ربنا كاتب فيه الكلام ده، أنا مش هناقشك في كلام الله. عايز تفهمه فهم، مش عايز تفهمه خليك ورا شيوخ المنابر بتوعك، شيوخ الفتنة هدول اللي يقف يقول الشيعة بتعمل كذا، طلعوا إشاعات إن الشيعة بتعبد بعرفش إيه وبتعمل إيه، كله كذب في كذب يا جماعة. افهم كتاب الله وافهم رسولك وافهم دينك قبل ما يفوت عليك الوقت، وتكون من الذين خاشعة عاملة ناصبة وجوه يومئذ خاشعة. افهم انا عليا ان انا انبهك قدام الله وبس. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كل اللي انت بتعمله زي شوية تراب جا الريح نفضهم وراح، وبتقف انت بتقول في موقف القيامة منتهى الحسرة منتهى الذل منتهى الندم، مش هينفعك الندم. اديك انت لسه في الدنيا وعايش معايا وسامعني، الحق حالك الحق حالك، شيل اللي انت اخدته من اهلك وشيل اللي انت سمعته من الشيوخ دي كلها، وامسك كتاب الله واقراه، اقراه صح. كل كتاب الله يتكلم عن الولاية وهم كلهم بيفسروها غلط. طيب هيجي يقول لك في موقف القيامة لما تقول له أنا سمعت وأنا شفت وأنا عملت، وكانوا يا ربي كلهم ورايا، وكل البلد كانت عندي سنة، وكل اللي أهلي كانوا سنة، طب أنا أعمل إيه؟ قال له أنا اديتك العقل، وبعدين بعت لك دلوقتي الفضائيات تسمع، وبعت لك الناس تحكي، ما سمعتش ليه؟ ما ردتش ليه؟ ما ردتش ليه؟ الآن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بيها، خلاص ما إلك عندي حاجة. عشت بحياتك بطريقتك أنت بعقلك أنت، ما لكش عندي حاجة. طيب هنا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. طبعا تصلى نارا مش زي نار المطبخ عندنا زي نار البوتاجاز، نارا حامية اللي هي نار الآخرة، نار ذكية، نار عندها عقل، نار بتعرف تنقي أتباعها فين، نار بتعرف إن لما المسلم العاصي يقع فيها ما تحرقش إيديه ولا جبينه ولا ركبه ولا طراطيف صوابعه لأنه كان بيسجد لله، إنما هينزل في النار. نار الآخرة غير النار اللي عندنا دي، مشطوفة 70 مرة عن نار الآخرة، ولذلك دي شكل ودي شكل. طيب هنا لما يقعوا في النار يستغيثوا يستغيثوا يا جماعة، يقولوا لأتباعهم لأخواتهم لأصحابهم اللي كانوا ماشيين معاهم، بس هدول كانوا ماشيين على خط الله ورسول الله، أفيدوا علينا من الماء أو من اللي ربنا أده لكم، أفيدوا علينا ارحمونا، ما بيردوش عليهم. ليه؟ دول لهم طريق ودول لهم طريق. هنا لما يبتدوا يحكوا مع دول ودول أذن مؤذن، فأذن مؤذن اللي هو علي، اللعنة الله على الظالمين، انتبه انتبه لا تكون في الموقف ده، انتبه انتبه. طيب هنا تشوف هنا في أهل في الكفار تسقى من عين آنية، آنية يعني شديدة الحرارة، يعني واحد بيتحرق. ما ممكن واحد زي ما واحد سألني قال لي هو اللي وقع في النار بيجوع وبيشرب وبيعطش؟ آه، لأن النار دي جسمهم هيتأقلم معاها خلاص ما فيهاش خروج. فهنا
النفس اللي كانت في الدنيا بتروح وبتيجي حاجة تانية فيها بتلبسهم هناك، يذوقوا العذاب في النار. ويذوقوه ازاي؟ احنا عارفين ان دلوقتي العلم الجديد اكتشف ان العذاب موجود تحت الجلد، بحيث ان الانسان لو اتشال جلده ما يحسش بحاجة، فهم بيقعدوا في النار لا يتشال الجلد بتاعهم، وبعدين يرجع لهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. متواصل. يا مالك اطلب لنا من ربك شغلة يرحمنا يطلعنا يموتنا. قال لهم امكثوا انكم في ماكثون، اسكتوا، جات لكم الاخبار وجات لكم المعارف وانتوا رفضتوا، اسكتوا خليكم. طيب شوف بقى الفرق بين دول وبين اللي بيسقوا من عين آنية شديدة الحرارة، بتغلي، وبعد مش بس مية بتغلي، ده في ناس كمان دول طوائف، في ناس تانيين بيسقيهم ايه اللي هو بيسقيهم قيح اهل النار، عايز تشرب اشرب. شوف القرف لفين، شوف الذل لفين، شوف العذاب لفين. طيب وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه. يعني بس يحط وشه كده عشان يشرب، لحم وشه بينزل عذاب. والنبي هتتحملوا العذاب ده؟ يا جماعة فوقوا بقى، اصحوا بقى، يعني مش معقول اكتر من كده الواحد يكلمكم يفهمكم بكلام الله، اثباتات من كلام الله وانتوا تقولوا لا. شوف بقى مثل الجنة بقى، هنا الجنة عطشانين وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وبعدين عينا تسمى سلسبيلا، بعدين كأسا كان مزاجها كافورا. شوف الفرق بين هنا وبين هنا، تضيع الفرصة دي عليك ليه؟ هنا يجي يقول لك ان نارا هتسقى ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ضريع اللي هو ايه؟ الضريع ده نبتة موجودة في المملكة السعودية، عبارة عن نبتة كلها شوك، لما يطلع الاخضر ياكلوه البهايم والحيوانات، انما لما يستوي خالص وينشف يبقى سام، يبقى طعام سام. فهنا عارفين الضريع ده لان اكلمهم باللغه اللي هم عايشين في البيئه بتاعتهم، لما يقول لهم ضريع الكل هيفهم، لان اغنامهم واجمالهم كلها دي بتاكل ضريع. فهنا يقول لك ايه؟ ليس لهم طعام الا من ضريع كل شوك وسم، لا يسمن ولا يغني من جوع، حتى لو اكلوا مش شبعان. وبعدين جاب لك بقى المقابل، ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في القران لازم لما يديك حاجه تفورك وتخوفك وتترعبك، يديك بعد كده استئناس وهدوء وراحه. لازم يكون المثاني بتاعت القران هذه مره كده ومره كده، تكلمك على الناس اللي وجوه يومئذ خاشعه، الناس اللي بعدوا عن الولايه، الناس اللي رفضوها، الناس اللي رفضوا انهم يردوا على الله وعلى رسول الله. وتجيب لك المقابل بقى هنا، وجوه يومئذ ناعمه. النعومه هنا اللي قلت لك النضاره، النضاره لسعيها راضيه. سعيتي في الدنيا، سعيتي في الدنيا ومشيتي في خط محمد وآل محمد، انا دلوقتي راضيه لاني اخذت الثواب. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اخذت ثوابي دلوقتي، انا في الوقت في الدنيا دلوقتي في الموقف الاخره راضيه الحمد لله. في جنات عاليه لا تسمع فيها لاغية. ايه معنى لاغية؟ احنا عارفين ان حياتنا في الدنيا كلها لغو ودربكة، يعني انت امشي في سوق كده في الشارع تبص تلاقي زمامير عربيات، بياعة بتصرخ، اطفال بتجري، اتوبيسات ماشية، ناس بتتكلم، دول بيتعاركوا هنا، دول بيحدفوا بعض من الشبابيك، دول بيعملوا لغو 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 لغو، ضجة 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 كبيرة. انما في الجنة لا، أمن مطلق، راحة شديدة، لا تسمع فيها لاغية، أي شيء يوجع لك ودانك، أي شيء يزعجك مستحيل. بالعكس الملائكة تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام قولا من رب رحيم. ده سلام من ربنا يبعته لهم، سلام قولا من رب رحيم. شوف الفرق بين هنا وبين هنا. فيها سرر، فيها عين جارية. طبعا هنا
ربنا سبحانه وتعالى بيديك فكرة عن الحياة اللي نزل فيها، اللي كانت موجودة، الحياة البيئة اللي كان فيها رسول الله. عين جارية، لأن كانت عندهم المية صعبة جدا، يعني المية كان يطول عليها، يطولوها بصعوبة شديدة. فهنا عايز يقول لهم ان في الجنة انهار جارية، عيون جارية، مش هتضطر تلجأ فيها لانك تسأل عن المية، المية موجودة عندك على طول، عين جارية. وبعدين ايه، فيها سرر مرفوع، لان كان قعدتهم كلها ونومتهم على الارض. فقالوا لا، الجنة هترفهك وتعيشك في رفاهية شديدة، سرر مرفوعة. والسرر ايه؟ سرر يعني بطائنها من استبرق، مش قال لك في سورة الرحمن كده؟ يعني حتى الفرشة بتاعت السرير من حرير. شوف الجمال، طرية ومعمولة منسوجة من حرير، والسراير كلها حواليك مترصدة مترصعة بالأحجار الكريمة. يعني حياة في منتهى الجمال. مش بس كده، لو حبيت تقعد عندك ايه، عندك ايه، نمارق مصفوفة. النمارق اللي هي التكيات اللي احنا بنقولها، اللي هي الترابيع اللي بتحطها ورا ظهرك كده تتسند عليها، نمارق مصفوفة. عايز تتسند وتقعد، خد، موجود قدامك. وزرابي مبسوسة، الزرابية اللي هي سجاجيد. طبعا سجاجيد تختلف عن سجاجيدنا هنا. ربنا يا جماعة لما بيجي يحكي عن الجنة وعن النار بيديك أمثلة، لأن الحقيقة ما تقدرش عقلنا يوصل لها، ما تقدرش عقلك يوصل للجنة أبدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب على قلب بشر. ولذلك بيديك أمثلة عشان عقلك يستوعب، وعشان المعلومات اللغوية بتاعتك تقدر تفهمها. فلما يقول لك سجاجيد، مش زي سجاجيدنا إحنا. طبعا الجنة مفروشة بحاجات تانية خالص خالص، إنما عشان يقرب لك المعنى. وذلك لما يجي يحكي لك على الجنة، مثل الجنة، ما قالكش الجنة، قالك مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من كذا، أنهار من مية ما بتخربش، لأن كان المية لما يحطوها ويحوشوها بتقعد مدة طويلة بتعفن، أنهار من لبن ما بيخربش، أنهار من عسل، أنهار من، يعني يقول لك، يحكي لك يحكي لك حاجات، كل حاجات الجنة غير قابلة للخراب أو للعفونة. فكل حاجة موجودة في الجنة براحة، برفاهية، باطمئنان، بحياة مرفهة جدا جدا، وفيها اطمئنان رهيب، اطمئنان مطلق. وفيها انت اشتغلت في الدنيا عشاني، وسمعت كلامي في الدنيا، وتعبت، تعبت كتير، وشقيت، وانا شايفك وسامعك ومسجل لك، انما دلوقتي جه وقت اريحك بقى، اطلب تلاقي. فهنا اي خاطر يجي في دماغك تبص تلاقيه توصل، وصل لك قدامك. شجرة طوبة داخلة جوه المكان اللي انت قاعد فيه، بتديك كل حاجة ديليفري، اي اكل، اي طلب، اي لبس، اي حلية، اي موجود، اي شيء موجود قدامك، بس انت ايه، مجرد انك تفكر فيه وتطلبه. اكتر من كده راحة، واكتر من كده نعيم. ده بيديك امثلة، مثل الجنة، مثل الجنة، مش الحقيقة. الحقيقة أكبر بكتير من إنك تتخيلها. طيب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هنا ده الموضوع ده شغل بالي كتير، وحبيت أعمل لكم فيها، يعني أجيب لكم كل اللي قالوا عن الإبل، الإعجاز العلمي في القرآن. حاجة غريبة قوي، وحاجة تخليك تفكر، يعني اشمعنى اختار الإبل؟ واحد يرد يقول لي لأن الجمل سفينة الصحراء، وكانوا بيركبوا جمال. طب يا أخي كانوا بيركبوا خيل كمان، وكان عندهم حمير كمان، اشمعنى اختار الإبل؟ أكيد في حاجة مميزة في الإبل، عشان كده ربنا نبهك وقال لك وانت في الدنيا اتفرج أنا عملت إيه، وانت في الدنيا شوف انا مهدت لك ايه، شوف اديتك الهدية دي تعمل بيها ايه. اسمع معايا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ الجمل يقدر يعيش بدون مية 15 يوم، وبدون طعام 15 يوم، ولا يجرى له حاجة. عندنا بقية الحيوانات لو فقدت 12% من المية اللي في جسمها بتموت. الإنسان لو قعد 15 يوم بدون أكل وبدون مية بيموت، إنما الجمل لا،
تقعده 15 يوم بدون أكل وبدون طعام، بضل ماشي وماشي في طريقه عادي جدا. ليه؟ لأن ربنا حط له في السنم اللي على ظهره ده كمية كبيرة من الدهون. دهون، الدهون دي تعمل إيه؟ الدهون دي كل كيلو من الدهن ينزله، هو الجمل ينزله يعمله مية فيسقي نفسه. شوف بقى حكمة ربنا ورحمة ربنا، كيلو من الدهن يديله كيلو مية تنزل. بعدين مش بس كيلو مية، يديله كمية طاقة تمشيه مسافات. يا سبحان الله. طيب الجمل ماشي في الصحراء، والصحراء بنعرف ان درجة الحرارة في الصحراء مريبة، بتوصل لستين درجة، يعني لو حطيت فيها بيضة بتتقلى. الجمل يمشي في درجة حرارة 60. ليه؟ لأن هو عنده القدرة إن يطلع من جسمه من الغدة الدرقية بتاعته يوصل درجة حرارته لل45 عشان تتحمل الـ60. هو يشتغل الغدة الدرقية بتاعته تشتغل في جسمه على السريع لما يكون درجة الحرارة بره 60، تشتغل الغدة الدرقية على السريع تخلي الحرارة في جسم الجمل 45 فيقدر يتحمل حرارة 60. طيب بيقول لك إن طب جسمه تحمل حرارة 60، طب ما هو ماشي كمان الهواء بتاع الحرارة السخنة دي ما بتحرق له راسه. قال له لا، ربنا سبحانه وتعالى بقدرته بعظمته وبرحمته جعل في منخار الجمل حاجة زي التبريد، يدخل الهواء السخن يقوم يبرده، يقوم يوصل لمخه بارد فيمشي في طبيعته عادية. طيب يقول لك ايه، احنا عارفين ان في حياتنا العادية ان اللي بيرتفع درجة البولينة في الدم، البولينة اللي هي البول لما يكون عنده حبس بول او عنده الكلى خربانة، فدرجة نسبة البولينة بترتفع في الدم فبتعمل له فشل كلوي على طول. اذا البولينة رجعت طلعت في الدم فشل كلوي. عندك الجمل ما بيعص الحمام مية مدة طويلة، البولينة اللي في جسمه دي لما تطلع في جسمه ما تجيش ناحية الكلى، بيحصل فيها ايه؟ ترتفع البولينة من في جسمه من 40 ل 50، وهي نسبة البولينة اذا ارتفعت 30 بيجي له فشل كلوي، انما هي بترتفع في جسمه من 40 ل 50. لان البولينة دي بتعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بخلقته في الجمل يخلي البولينة لما تدخل في الدم تمص المية من الأجهزة عشان تحطها في جسم الجمل كمان مرة. شوف الرحمة، وترجع تاني على الكلى المية، يعني البولينة تطلع في الدم تمص المية من جسمه وترجعها تاني في الجسم مية، وترجعها في الكلى كمان مرة مية. عظمة ربنا لا تملك إلا إنك تقول سبحان الله. طيب إذا ارتفع السكر في جسمه، نفس الدم ده بيعمل سيولة سريعة 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 إن يخلي نسبة السكر في جسمه متعادلة. أنه مصنع يقدر يعمل كده؟ أنه عقل يقدر يعمل كده؟ قد ما تخترعه، وقد ما تقوله إنسان آلي، وقد ما تقوله معرفش إيه، وقد ما تقوله كلكم لسه بعدكم في درجة في الحضانة. تعالوا شوفوا خلقة ربنا في حيوان، فما بالك في الإنسان يا أخي. نيجي نشوف كمان ميزة قوية جدا في الجمل. احنا عارفين ان الانسان لما يجري ويكون ماشي مسافة طويلة 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 وماشي بسرعة بسرعة بسرعة، دايما الاطباء ينصحوك اوعى تشرب مي، اقعد لما جسمك يهدى تشرب مي، انما مش تكون قاعد جاي جري 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 وشك احمر ومفرهد وتمسك الميه بتموت بتموت. فلذلك كل الحيوانات بالغريزه بتعرف كده، اذا كانت في ارهاق ومشي شديد بتبتعد عن الميه لغايه ما جسمها يهدى، الا الجمل لما يكون ماشي ويوصل للميه بيشرب 200 لتر ميه مره واحده وما بيصيرش في شيء، لأنه سفينة الصحراء، ربنا عمله سفينة. ولذلك الجمل يعني بجد لما أنت تفكفك المواضيع دي وتتفرج فيها وتطلع عليها،
لا لا، عقلك ما يقدرش يستوعب قد ايه قدرة ربنا وعظمة ربنا انه يديك حيوان زي ده ويقول لك استخدمه كسفينة، لان الصحراء ما يمشيش فيها غير الجمال. ليه؟ لان لو مشيت فيها بسيارة، دلوقتي بيخترعوا سيارات تقدر تمشي بس برضه بصعوبة، لانهم بيعملوا في الكاوتش بتاعها ضغط، ان لما تمشي على الرمل بتكون الضغط يرفعها تاني. ده ربنا عملها في خف الجمل من اول ما خلق، حط في خفه سفنجة زي السفنجة كده قد ما يمشي، فاهمة ازاي؟ حتى لو انت راكب على ظهره ما تحسش فيه، ما يهزكش، لان فيه في جسمه سفنجة زي البطانية كده، يضغط عليها ويضغط عليها ويمشي عليها ويمشي عليها، على الحجر يمشي، على الجبال يمشي، على الرمل يمشي، ماشي. طيب تعال نشوف بقى، اذا الجمل اتخبط او جاله نزيف او جاله اي حاجة في جسمه، بيقول لك ايه؟ له قدرة على ايقاف النزيف 8 مرات عن قدرة الانسان في جسمه. يعني انت تبص على الجمل تقول عقله اللي بيشتغل ده بيفكر يعمل كده؟ لا، دي قدرات الله، ده عظمة الله في الخلق. فهو عنده قدرة في جسمه ان يوقف النزيف بأقوى من الانسان ب8 مرات، مش محتاج لا مستشفى ولا امرجنسي ولا دكاترة ولا عمليات، هو جسمه لحاله بيظبط حاله. طيب بيقول لك حليب الإبل بقى، في جسم الجبل شعيرات، في جسمه في شعيرات بتمتص الأحماض من جسمه، الحموضة اللي في جسمه، وتجعلها في اللبن. كل 500 لتر من الدم بتمر على ضرع الإبل، على صدره، بتمر عليه وبعدين تتركه عشان يكون حليب. هو قبل كده قال لك في القرآن استخرج الحليب ما بين فرث ولبن، من فرث ودم لبنا سائغا للشاربين، مش قال لك كده؟ فهنا 500 لتر من الدم بيعدي على الحليب بتاعه وبعدين يسيبه عشان خاطر يديله الأحماض من الشعيرات بتاعت جسمه، يدخل الأحماض في الحليب ويدخل كل المواد اللي لها فايدة في الحليب ويخليك تقدر تستعمله. كمان في ميزة في الجمل، رقبته. أول حاجة الجمل بالغريزة بتاعته بيعرف إن لو أنت عايز تركب عليه وتحمل عليه حمولة بضل قاعد، لأن لو وقف مش هتقدر تطول الحمولة تحطها عليه. فالجمل بيضل قاعد ومادد رقبته على أساس أنت تحط الحمولة على رقبته قد ما تحمله، وبعدين يركن إيديه القدمانية مع صدره، يركن ويقوم والحمولة على رقبته ويقوم يقف بيها. ولذلك لما تحب تركب الجمل، الجمل لحاله بينخي على الأرض عشان تقدر تطلع عليه. كل الذكاء ده جابه منين؟ لا درس في جامعة ولا درس في مدرسة ولا حد قال له اعمل كده، ده شغل الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله ده. نيجي نشوف حاجة تانية هنا، اللي هي الآية اللي بعديها إيه؟ وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء خلقت وإلى السماء كيف رفعت. لما تيجي تبص على السماء، كيف رفعت السماء؟ إحنا ما شفناش السماء إزاي اترفعت، إن الأرض والسماء كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كان رتقا، كانوا مقفولين في بعض، فربنا فتقهم وعمل السماء 7 سماوات وعمل الأرض، وبعدين حط المية فيها وبدأ بخلقة الأرض بطريقة تانية. طيب هنا يقول لك إيه؟ الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني بقول لك إيه؟ وانت قاعد كده في البلكونة أو قاعد في على شط البحر أو قاعد في أي مكان، ارفع راسك للسما كده واتفرج وقول بس الاقي اعوجاج، بس الاقي حته مفتوحه، بس الاقي شق، بس الاقي ابد، يقول لك ابدا. ارجع البصر كرتين يعني مرتين، بص كمان مره وتاكد، واكد من نفسك
هل ترى من فطور؟ يعني من فطور يعني من شقوق؟ إطلاقا، لأن دي والسماء ربنا خلقها بطريقة متقنة جدا، وعامل 7 سماوات طباقا. دلوقتي أنا مش هدخل في السماوات الطباقا، إنما ولقد خلقنا السماوات بأيد وإنا لموسعون. يعني السماوات السبعة دي كلها بتتوسع بتتوسع بتتوسع، وإحنا قاعدين دلوقتي نسمع على ناسا ونتفرج على ناسا كيف بتكتشف، بتقول لك إن آلاف الشموس وآلاف المجرات وآلاف 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 ملايين حتى ملايين. المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة، اللي هي زي عنقود العنب مقفولة على بعضي، مجرة. بص، من المجرة بتاعتنا دي آلاف ملايين المجرات في السماء، وكل المجرات لها شموس، والشموس بتلف وراها وكل آخر. ولذلك يقول لك الإمام علي سلام الله عليه إن في السماء في مدن كمدنكم، وفي ناس زيكم، وفي أنبياء بتوصلهم، وفي كتب بتوصلهم. ما تفكرش إن أنت قاعد لحالك في السماء بس بتتفرج وهم قاعدين كلهم فاضيين، لا، دي كلها خلق من خلق الله. ولذلك والسماء بنيناها بأيد، بأيد بقوة، بأيد بقوة، وهي تترجم في الباطن تقدر تقولها بمحمد وعلي اللي هم يد الله، بأيد وإنا لموسعون. ولذلك يقول لك الاتساع بتاع السماء ياخد المنظر ده. أديك بس فكرة، ملاحظة كده بسيطة، ربنا في القرآن اتكلم عن السماء والأرض وما بينهما في 3 آيات، واتكلم عن السماء والأرض من غير وما بينهما، قال لك إيه والسماء، قال لك مثلا إيه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، دي في سورة الفرقان. وجاي في سورة السجدة وقال لك خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وجاه في سورة قاف وقال لك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. إنما في جه 3 صور تانيين في سورة الأعراف ويونس والحديد، اللي هي قال لك خلق السماوات والأرض في 6 أيام. الله، أمال راح وما بينهما راحت فين؟ يعني إذا دول في 6 أيام ودول في 6 أيام، يبقى ما بينهما ده ما أخدش وقت ليه؟ ما عملش حسابه في الوقت معاه ليه؟ هي موضوع بدك تنتبه معايا فيه. بيقول لك فيه إيه؟ قطر المجرة بتاعة درب التبانة، القطر بتاعها، القطر اللي هي يعني كده القطر بتاعها، قطر المجلة بتاعها اللي هو نصف قطرها، يعني القطر كده ونصف القطر، نصف قطر مجلة درب التبانة بيساوي 50,000 سنة ضوئية. ده نصف القطر، المجرة بتاعتنا اللي زي العنقود. يحيط بمجرتنا مادة سوداء، المادة السوداء دي نصف قطرها 5 ملايين سنة ضوئية. يعني العلماء بيقول لك ايه، انت لما تجيب مثلا حاجة كده بتلف وتحط حواليها حاجة تلف حواليها وتوسع الدايرة وتوسع الدايرة وتوسع الدايرة وتوسع الدايرة، المفروض بعقلك انت وبالعلم بتاعنا ان احنا اللي جنب المركز بيلف بسرعة، بينما اللي بعيد عن المركز بيلف ببطء. انما اكتشفوا ان اللي جنب المركز واللي بعيد عن المركز بيلف بنفس السرعة. قالوا امال ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه؟ قالوا ان في مادة سوداء ماسكة العنقود العنب ده كله. المادة السوداء دي تعرف انت طبق الجيلي او الكاستر لما تحط فيه فواكه وتيجي تحرك الطبق الفواكه ما تقعش لانها ماسكاها، فاهم ازاي؟ الطاقة السوداء دي اللي موجودة، المادة السوداء اللي موجودة في المجرة ماسكة كل المجرة، ماسكاها كلها، بحيث ان كلهم بيمشوا بنفس الطريق وبيلفوا بنفس الطريق وكلهم خطهم واحد وكلهم يسبحون 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 يسبحون، انما الشمس تجري. وده برضو من الإعجاز العلمي في القرآن، كل الكواكب والمجرات بتسبح وكل في فلك يسبحون، إنما الشمس والشمس تجري لا مستقر لها، زي ما بيقراها زين العابدين عليه السلام، احنا مكتوب عندنا في قرآننا لي مستقر له، إنما زين العابدين يقرأها لا مستقر له، ذلك تقدير العزيز العليم. طيب، وإلى الجبال كيف نصبت؟
الجبال، انت لو تشوف منظر الارض من فوق تتفجع من منظر الجبال. يقول لك الجبال منصوبة نصب، واقفة 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 على الارض. بيغلطوا العلماء وبيقولوا الارض الجبال هي بتثبت الارض. لا، اللي بيثبت الارض الجاذبية، اللي بيخلي كل حاجة ما تقعش من الارض الجاذبية اللي هي الرواسي. وألقينا في الأرض رواسي، ألقينا نزلنا الجاذبية من فوق لتحت، ألقينا في الأرض رواسي. فالرواسي دي بتنزل على الأرض، إنما الجبال هي بتشد شيء لشيء. لما يجي يقول لك والجبال أوتادا، الوتد بتاع الخيمة بيعمل إيه؟ أنت بتحط الوتد في النص كده، وبتيجي بتجيب خيط بعصاية بتثبته هنا، وبتجيب خيط بعصاية بتثبته كده. ده يبقى الوتد بيثبت الخيط عشان تحط الخيمة. فالجبال بتثبت ايه؟ بتثبت الغلاف الجوي للأرض. فوجود الجبال ده مثبتات للغلاف الجوي، يعني بتشد الغلاف الجوي مع الأرض. والجبال أوتادا. طيب الجبال دي ليها فايدة، فايدتها كبيرة جدا جدا جدا. أول حاجة، الدنيا لما تمطر، المطر لما ينزل بينزل ساعات على الأرض، بيجي ينابيع بتتعبى، أنهار بتتعبى، عيون بتتعبى، ساعات بينزل على الأرض الأرض بتمتص ومفيش حاجة منه. إنما لما ينزل المطر على الجبال، أو بينزل على الجبال، الجبال بتحوش المية دي، بتحوشها في بطنها، بتفضل متحوشة 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 فيها، تنزلها بنقط صغيرة أو بخط رفيع كده عشان اللي مارق اللي رايح اللي جاي يلاقي فيه نوع من المياه يشرب، أو بتنزلها على أساس شلال صغير كده نازل من الجبل طالع من قلب الجبل شلال صغير تاني. ده كلها من مياه الأمطار اللي بتحفظها. فالمية دي بيحوشها لنا الجبل، لأن عارف إن الناس اللي عايشين بين الجبال ميتهم قليلة خالص، فكان من رحمة ربنا ان يحط الجبال دي كأنها ام تحفظ لهم المية لما يعوزوا المية يلاقوها. زائد ان الجبال دي، في عندنا في الجبال نوعين، جبال بتتكون عن طريق الاستقامة، وجبال عن طريق الطي. يعني استقامة يعني ايه؟ الجبال نصبت، تلاقي بص الجبال لما تيجي تبص عليها منصوبة منصوبة منصوبة، مرفوعة مرفوعة. بص على جبال الهيمالايا، بص على الجبال العالية دي اللي هناك دي اللي في أوروبا، تجد كلها الجبال منصوبة بشكل منصوب. إنما في جبال تانية مطوية، تبص تلاقي الجبل نازل فيه طوي 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 طوي. الجبال اللي منصوبة دي جت من أثر البراكين، أثر البراكين على القشرة الأرضية دي بتطلع منها الجبال المنصوبة. إنما الجبال التانية بتيجي عن طريق الجبال التانية اللي بتيجي بتيجي عن لا الجبال التانية اللي بتيجي عن الانفجارات البركانية، والجبال الأولى هي اللي بتكون شديدة الاستقامة دي اللي موجودة على الأرض. الجبال بقى فايدتها إيه؟ تنزل عليها المية، فاهم؟ المية تنزل على الجبال فتاخد التراب بتاع الجبل، تسحبه 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 وتنزله فين؟ في الوادي، لأن في بين الجبال لازم يكون في وادي. ده اللي إحنا بنسميه الطمي أو الغرين، اللي هي إيه؟ الطمي ده بيكون اكتر منطقة خصبة للزراعة. فالجبل لما ينزل عليه المية ينزل التراب ينزله لك في الوادي تحت. ولذلك دايما الوادي بين الجبال مليان مزروعات من اللي بينزله من الجبال. زائد ان الجبال بتكون مخازن للمعادن، مخازن للمجوهرات، الذهب والمجوهرات والحاجات دي. وبنعرف احنا المخازن اللي موجودة في الجبال اللي بيعملوه في الجبال هناك عشان يستخرجوا المعادن منها. فدي كلها حاجات ربنا حطها لخدمة الإنسان في الأرض. هنا وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دي اتكلمت عليها في الأول، قال له ما تتعبش نفسك يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. اللي عايز يتبعك يتبعك، واللي مش عايز بيتبعك ان شاء الله ما اتبعك، خلاص خليه يتلقى في وقت القيامة يكون وجوه خاشعة عاملة ناصبة. هدول هم هيك.
بنقف لغاية كده النهاردة إن شاء الله، بنشوفكم في حلقة تانية جديدة وبإذن الله، وإن شاء الله تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.